استفتوني. زين ليش القرآن يخليهم ثلاث أقسام؟ الطبيعي أن يكون التقسيم ثنائيا، ليش هنا صار ثلاث التقسيم؟ وكنتم أزواجا ثلاثة. يظهر والله العالم القرآن يريد يبين فضل وخصوصية وأهمية السابقين، ما يخليهم مع أصحاب اليمين، لأن أصحاب اليمين صاروا أصحاب يمين باتباعهم للسابقين. واضح الكلام؟ ولهذا كون يميز السابقين، السابقون الأنبياء الأئمة عليهم السلام، الحجج، أهل الاصطفاء، الاجتباء، الاختيار، ذولا رب العالمين يفردهم بالذكر، ما يخليهم مع أصحاب اليمين. هم أصحاب اليمين صاروا أصحاب اليمين باتباع السابقين، وأصحاب الشمال صاروا أصحاب شمال بشنو؟ بترك السابقين والتكبر على السابقين. ولهذا السابقون القرآن الكريم يفردهم، يخلي لهم خصوصية. ولهذا النبي يقول نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد، إن مكانتنا وجودنا وخصوصيتنا هاي لا يقاس بنا أحد، حقيقة قرآنية. قرآن من يقسم البشر يخلي السابقين بوحدهم، وأصحاب اليمين باتباعهم للسابقين، وأصحاب الشمال بتركهم للسابقين. فالمحور منه صار سابقون، اللي على أساسه ذولا صاروا يمين ذولاك صاروا شمال، ذولا جنة ذولاك نار، المحور صار السابقون. ولهذا أفردهم القرآن بالذكر. هنا بهاي الآية القرآن هم يقسم الناس ثلاثة أقسام كما قسمهم في سورة الواقعة. ثم أورثنا الكتاب، قرآن ثم أورثنا، شلون تعبير أورثنا الكتاب؟ أورثنا. ولهذا الحسين عليه السلام مو بس وارث آدم ونوح وموسى وعيسى، ولا لا، الحسين وارث القرآن. ولهذا في بعض زيارات الحسين السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور. يا إخوان اقروا زيارات الحسين كلها مو بس المشهور منها، لأن هي زيارات واردة عن معصومين، راح تكون يتأملها يدقق بيها يدبرها. ما أدري الأحبة وياي لو يومون وياي إن شاء الله الأحبة. زيارات الحسين المشهورة وغير المشهورة المفروض احنا نقراها نتأملها نتدبرها، لأن هي واردة عن معصومين عليهم السلام. في زيارة من زيارات الحسين المشهورة على ألسنة المؤمنين، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور. هكذا المعصوم يخاطب الحسين عليه السلام. يعني مو بس أمير المؤمنين كان يقول لو ثنيت لي الوسادة مثلا لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور، مو بس الإمام علي، حتى الحسين. الحسين وارث التوراة الحقيقي، وارث الإنجيل كتاب الحقيقي غير المحرف، وارث الزبور، وارث صحف إبراهيم وموسى، ووارث القرآن. ووراثة القرآن بالنسبة للحسين أعظم من وراثة التوراة، لأن القرآن أعظم من التوراة وأعظم من الإنجيل وأعظم من الزبور وأعظم من الصحف، صحف إبراهيم. القرآن أعظم مهيمنا عليه، هو القرآن من يتكلم عن القرآن يعبر عنه مهيمن على بقية كتب السماء، مهيمن. فالحسين لما يرث القرآن طبيعي أنه وارث توراة وإنجيل وزبور، والقرآن أعظم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. هسه الذين اصطفاهم منه آخر الآية راح يبين منه، آخر الآية راح يبين منه اصطفاهم أهل الاصطفاء منه بهاي التقسيم الثلاثي بهاي الآية راح يبين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مو كل عبادنا، مو اصطفينا القرآن أورثنا عبادنا، لا لا، الذين اصطفينا من عبادنا. جيد، زين هم العباد شنو اللي القرآن اصطفى منهم قسم لوراثة الكتاب؟ العباد منو شنو؟ يقول فمنهم ظالم لنفسه. العباد مو اللي اصطفاهم، العباد بشكل عام، فمنهم شنو؟ ظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه بالذنوب والآثام والمعاصي بسورة الواقعة شي عبر عنه؟ شمال مشأمة شمال. ومنهم مقتصد، الآية تقول العباد منهم ظالم لنفسه بالذنوب، ومنهم شنو؟ مقتصد. المقتصد بسورة الواقعة أصحاب ميمنة ويمين، مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله،
سابقون. هاي بسورة الواقعة شنو؟ السابقون، السابقون أولئك المقربون، اللي القرآن في مورد آخر لما يتكلم عن عيسى ابن مريم يقول من المقربين. فالمقربون طراز ثقيل، عيار ثقيل، عيار نبوة، إمامة، اصطفاء، اشتباء، اختيار، مو ناس عاديين. عيسى من المقربين، غير القرآن بعض الملائكة القرآن يعبر عنهم مقربون، بعض الملائكة يعبر عنهم أنهم من المقربين، بعض الملائكة. ولهذا تشوفون في روايات أمتنا إن من أمرنا ما لا يحتمله إلا النبي المرسل أو الملك المقرب، مو كل ملك، مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ذولا يحتملون بعض أمرنا وغيرهم ما يحتمل ولا يتحمل بعض أمرنا. أمتنا قالوا عليهم السلام في رواياتهم، تفتولي زين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، العباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، شنو؟ بإذن الله. هذا السابق هو الذي أورث الكتاب، أورث القرآن، اللي القرآن في سورة الواقع يعبر عنه السابقون، فل من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل ولا السابقون، قليل من الآخرين، قليل. شلون كلام هذا؟ شلون كلام هذا؟ قليل من الآخرين، طبعا قليل من الآخرين 14 بالنسبة لهاي البشرية إلى يوم القيامة شي يصيرون؟ قليل يوم مو قليل، قليل 14 نفر بالنسبة لهالبشرية هاي من نزول القرآن إلى يوم القيامة، هذول يصيرون قلة. أما ثل من الأولين من آدم، آدم عليه السلام إلى عيسى ابن مريم، يصيرون شنو؟ ثلة، ثلة يصيرون. أما الآخرين يقول قليل، دول السابقون قليل من الآخرين، دول سابقون، سابقون مقربون. حقائق عجيبة القرآن الكريم. الدور الآية بشنو تختم هاي الآية؟ فمنهم ظالم لنفسه ومن مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. شلون تعبير؟ شنو هو الفضل الكبير؟ وراثة الكتاب للذين اصطفاهم الله من عباده اللي هم السابقين. هذا القرآن شي عبر عنا، ذلك هو شنو؟ الفضل الكبير. هنا أنا أكو أمور خلي أقولها بخدمتكم، عشان تقول تجابك على السابقين وهاي اجيت الاقسام السبق في القران الكريم والسبق في الزمان وجيب الذني الايات وجيت لهذا البحث. اجابني قول الامام الحسن في والده امير المؤمنين عليه السلام، في ابيه امير المؤمنين، يقول قبض في هذه الليله رجل لم يسبقه الاولون، يو بعلم في بعض المصادر يو بعمل في مصادر اخرى. ولعله الإمام عليه السلام قال والله العالم لم يسبقه الأولون بعلم وبعمل، وعلي كذلك عليه السلام، وعلي كذلك. هذا اللي جابني الموضوع، أرد أبين كلام الإمام الحسن من خلال هاي الأمور. زين، هنا أنا أكو أمور أرد أقولها بخدمة الأحبة. الأمر الأول، إذا تلتفتوا لي الله يجزوكم ألف خير، الأمر الأول، القرآن الكريم لما بين فضل الناس بهاي الآية وقسمهم ثلاث أقسام أو درجات الناس أو أقسام الناس، ما أعرف والله شنو تعبر، ليش يقدم الظالم وبعدين المقتصد وبعدين شنو السابق؟ يعني هو بما أنه السابق أفضل ويأتي من بعده المقتصد ويأتي من بعد المقتصد المقتصد الظالم لنفسه، المفروض القرآن الكريم يقول فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم شنو ظالم نفسي. أما الآية الكريمة بدت بالظالم وثنت بالمقتصد وثلثت بالسابق، فهنا يتساءل المفسرون أنه ليش بدأ بالأدنى مو بالأعلى، وخلوا لذلك عدة أجوبة. هسا الأجوبة مقبولة ما مقبولة، الآراء صحيحة مو صحيحة، الله أعلم. تقول لي مثلا شنو قالوا المفسرون؟ أقول ما أتذكر من أقوالهم الآن على سبيل المثال، يعني
مثلا شفت بعض المفسرين يقول رب العالمين بدأ بالأدنى وانتقل للأعلى، باعتبار الإنسان في مسيرة تكامله يبدأ عاصيا، يعني أول ما يبدأ يعصي، ومن بعد ما يعصي يتوب، وبعد ما يتوب يستمر على التوبة. فالقرآن بدأ بالظالم، راح للمقتصد، وصل وين؟ للسابق. طبعا هذا من يقول هاي الحكاية ناظر أنه السابق في الآية أهل البيت، وناظر للسابق في الآية الإنسان الخير، ما ناظر للسابق في الآية منه؟ آل البيت عليهم السلام. ولو نظر أنه السابق بالخيرات في الآية اللي اصطفاه الله لوراثة الكتاب هم الأئمة وهو الحق، بعد ما له معنى أنه يبدي عاصي والدور يتوب وبعدين يوصل لهذا المقام. حكي صحيح يا مو صحيح؟ ها يجي واحد يكون دقيق معاي الآراء يعني. ولهذا قلت بغض النظر عن صحة الآراء من عدم صحتها، أكو مشكلة في بعض الآراء. زين، شفت مفسر ثاني يقول لا، رب العالمين بدأ بظالم نفسه سبب آخر. شنو السبب الآخر؟ يقول بدأ بأكثرية خلقه ثم انتقل للأقل منهم ثم انتقل للي هم مثل الكبريت الأحمر بالندرة، لأنه أكثر الخلق شنو؟ ظالم لنفسه، فهو بدأ بالأكثر ثم انتقل لأصحاب اليمين وهم أقل من الظالم لنفسه، ثم انتقل للنادر وهو السابق بالخيرات. فهو بدأ بالأكثر الأقل للأقل، هذا رأي. يقول ولهذا بدأ بالظالم لنفسه. أكو رأي ثالث هم أقوله. الرأي الثالث يقول بدأ بالظالم حتى ما يخلي الظالم ييأس من رحمة الله تعالى، وانتهى بالسابق حتى السابق لا يغتر بسبقه. هذا هم فد رأي يطرح. أقول لكم شيء رابع إذا تلتفتون. شفت في روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام، جامعها الحر العاملي في بداية الوسائل، يعني الجزء الأول من الوسائل، الباب الأول باب مقدمة العبادات، من بعد ما يذكر هاي الروايات يقول تجاوزت حد التواتر. هذا طبعا اللي يقول عن هاي الروايات تجاوزت حد التواتر الحر العاملي، يعني مو مثلا فد عالم بسيط سهل، الحر العاملي من كبار بل من كبار علماء الشيعة، من القامات الشيعية الضخمة. يعني يذكر هاي الروايات الحر العاملي، بعدين يعلق في آخر هذا الباب يقول هذه الروايات تجاوزت حد التواتر. شنو هاي الروايات؟ الروايات تقول الإسلام بني على خمس، عن الباقر والصادق، عن الباقرين الصادقين عليهما السلام. أنه بني الإسلام على شنو؟ على خمس. شنو يا ابن رسول الله الخمس؟ قال على الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الولاية لآل البيت عليهم السلام. قيل أيها أعظم؟ قال الولاية. ليش؟ قال لأن الوالي هو الدليل عليهن وهو مفتاحهن. هاي الروايات الحر العامل يقول تجاوزت حد التواتر. رواية من هاي الروايات هسه إما مذكورة في الوسائل، التردد مني لأن المطالعة قديمة، يوم مذكورة بالوسائل جزء أول، يوم مستدركة للنور جزء أول، بنفس الباب باب مقدمة العبادات. هاي الرواية الأخرى لو بالوسائل يوم مستدرك الوسائل للنور واحد منهم. الإمام يقولون يا ابن رسول الله شنو الأعظم بهاي الخمسة؟ قال الولاية. قالوا له ليش رب العالمين أخرها على الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ خو أو ليش أنتوا أخرتوها بكلامكم مثلا؟ أنتوا ليش يعني ليش تقول الإمام الصادق يقول صلاة زكاة حج صيام ولاية؟ خو يقول ولاية صلاة زكاة حج صيام، ليش أخرتوا الولاية وهي الأفضل وهي الأعظم خليتوها بالأخير؟ الإمام عليه السلام قال لهذا السائل، قال له من الأعظم من الأنبياء؟ قال جدك محمد. قال له محمد الله دز أولهم وآخرهم. قال له خاتمهم صلى الله عليه وآله. قال له آخرهم. قال له هو خاتمهم أفضلهم، خاتمهم أفضلهم، آخرهم أفضلهم، ورب العالمين خلاه آخرهم مع أنه شنو أفضلهم؟ الولاية هنا نفس الشيء. الإمام يقول له عليه السلام
ما أدري هسه هاي الرواية نقدر نستفيد منها هنا أنه مع أن السابق أفضل، ولكن الله تعالى شنو أخره، خلاه بآخر الآية وقدم عليه بالآية يعني الظالم لنفسه والمقتصد، مع أن السابق بالخيرات هو الأفضل. هاي فد مسألة أولى أقولها بخدمة الأحبة بهاي الآية. مسألة ثانية، أنا بس أتمنى ما تعبوا الأحبة، ما تعبوا. مسألة ثانية بالآية، هاي وراثة الكتاب بالنسبة للسابق بالخيرات اللي رب العالمين اصطفاه من العباد. القرآن يعبر عنها فضل كبير، وراثة الكتاب يعبر عنها القرآن شنو؟ فضل كبير. ذلك هو الفضل الكبير. في آية أخرى، إن لم تخن الذاكرة في سورة النساء، إن لم تخن الذاكرة ما متأكد، لا تلزمها علي إذا طلعت بسورة أخرى بعد الذاكرة مرات ما تساعد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هاي خلي لي إياها بين قوسين، آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. ذيك الآية شنو تقول؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يقول سابق بالخيرات فضل كبير. هاي الآية شو تقول؟ تقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. اجمع لي بين الآيتين، خلي آية بصف آية، ايش راح يكون الناتج؟ السابق بالخيرات اللي اصطفاه الله من عباده في تلك الآية، اللي أورث الكتاب في تلك الآية، هو الذي أوتي الكتاب من آل إبراهيم في هذه الآية. وإيتاء الكتاب لآل إبراهيم في هذه الآية فضل، وفي تلك الآية للسابق فضل شنو؟ كبير. من تجمع بين الآيتين تطلع هوية السابق بالخيرات اللي أورث وأوتي الكتاب، يوم ما تطلع هويته ما أدري شو يشوفون، صارت هويته من آل إبراهيم، من آل إبراهيم اللي أوتي وأورث من آل إبراهيم. لما تجمع بين الآيتين يطلع الناتج من آل إبراهيم، وإيراث الكتاب وإيتاء الكتاب فضل في هذه الآية وفضل كبير في تلك الآية من الله على هؤلاء. واقعا شيء عظيم، واقعا شيء عظيم. الطريف يا أخي شنو تقول شنو تترك؟ آل إبراهيم بالجمع بين الآيتين مو فقط رب العالمين فضل كبير عليهم من خلال إيتاء الكتاب وإيراث الكتاب إذا جاز التعبير، وإنما شوف نهاية الآية شو تقول الثانية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ملك عظيم وفضل كبير. هذا وين أعطي لغير آل البيت في القرآن؟ هذه من انفراداتهم في القرآن اللي ما موجودة عند غيرهم. من هنا تعرفون الفقرة الواردة في زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا العاشر، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. شلون كلام عظيم من الإمام الهادي عليه السلام، آتاكم الله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، آتيناهم ملكا عظيما. بذيك الآية ثم اصطفينا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعبر عن إيراثهم الكتاب فضل كبير، وهنا يعبر فضل من الله وملك عظيم. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، بعدين يقول وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم
بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. يقول إمامنا العاشر عليه السلام في هذه الزيارة العظيمة، زين تتصور هذا الفضل الكبير بس بالآية الأولى ثم أورثنا الكتاب، وفضل الله عليهم بإيتاء الكتاب ووراثة الكتاب كما في الآية الثانية، أم يحسدون الناس وبس؟ لا، أعطيك آية ثالثة هم بها فضل كبير لجدهم صلى الله عليه وآله، وعلمك ما لم تكن تعلم. الله يخاطب نبينا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. ها هناك الذري تيقول ذلك هو الفضل الكبير بإيراث الكتاب وراثة الكتاب، والآية الثانية تقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إيتاء الكتاب، وهناك وراثة الكتاب نفس المعنى. وهنا يقول للنبي علمك ما لم تكن تعلم، وبهذا التعليم فضل الله عليك كبير أو عظيمة، وكان فضل الله عليك عظيمة، العفو عظيمة الأصح، وكان فضل الله عليك عظيمة، فضل كبير، فضل من الله، فضل كبير، كل هذا بشنو؟ بإيتاء الكتاب لكم ووراثته، انتوا ورثتوه. مولانا رب العالمين أنطى داود زبور، ما قال هاي الكلمات وآتينا داود زبورا، بس القرآن لما تكلم عن داود والزبور وإعطاء الزبور قال آتينا داود زبورا، انتهى الأمر. لما يصل الوراثة الكتاب وإيتاء الكتاب فضل، وفضل كبير وفضل عظيم، القرآن الكريم يعبر بثلاث آيات، هذا آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذا التفتوا له، هذا لا يفوتكم، هذا ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أيهم مسألة ثانية بالآية ثم أورثنا الكتاب، مسألة ثالثة، الوقت بدأ يداهمنا، يعني المسألة الثالثة، آل البيت عليهم السلام هم السابقون في الخيرات، وسبق آل البيت في تراث المعصومين مو فقط على مستوى الخيرات، سبقهم في مجالات عدة، هم سبقوا، يعني سبق آل البيت مو في مجال واحد، في شنو؟ في مجالات عدة في التراث، في تراث المعصومين عليهم السلام. إذا ترجع التراث المعصومين وتريد تكتشف سبقهم، راح تلقى سبقهم في مجالات عدة، أو تقدر تقول في كل خير هم كانوا سباقين. إن ذكر الخير كنتم أصله فرعه، معنى إن ذكر الخير كنتم أوله آخره، كما يقول الإمام الهادي أيضا في زيارة، في زيارة الجامعة الكبيرة. المهم سبقهم إلى عناوين كثيرة، مو فقط السبق في الخيرات، سبقهم إلى عناوين كثيرة ومجالات كثيرة موجودة في تراث المعصومين عليهم السلام، بل حتى في القرآن الكريم، بعد تريد حتى في القرآن الكريم تقول لي مثل شنو وبكرة كمل، مثل شنو؟ أقول سبقهم على مستوى عالم الخلقة، على أي مستوى؟ عالم الخلقة. شلون يعني على مستوى عالم الخلقة؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم خلق منه كل خير. هنا السبق هذا يوم مو سبق، السبق هذا على مستوى الخلقة السبق. عدنا بالروايات إحنا الله خلقنا قبل خلق الخلق 14,000 سنة، عدنا في الروايات 12,000 سنة، عدنا بالروايات 7,000 سنة، عدنا بالروايات أكثر أقل. في زيارة الجامعة الكبيرة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. خلقكم الله أنوارا قبل الخلق، قبل الناس، قبل الناس، هذا السبق على يا مستوى، مستوى عالم الخلقة، وهذا برواياتنا متواتر.
يعني قضية مو قضية رواية وروايتين وثلاثة وخبر آحاد، الرواية صحيحة يوم صحيحة، قضية بتجاوز هاي المرحلة. خلقتهم قبل خلق الخلق يشكل تواتر في تراث المعصومين، تواتر بل موجود حتى في مصادر غيرنا، في بعض مصادر غيرنا هم أكو أنه أهل البيت خلقوا قبل خلق الخلق، حتى في مصادر غيرنا هم أكو روايات. إخواني أتكلم وياكم بدقة ترى، يعني مو مسألة يعني أبد والله، يعني كلش دقة أسولف، اللي يريد مصدر بس يأشر لي يقول باكر أريد من مصادر غيرنا تجيب لنا مصادر، قام يجي أجيب الباكر مو فشي، يعني أتكلم وياكم بدقة، وبإمكان الأحبة المراجعة يردون أنا أثبت لهم ما عندي مانع، بس يقولوا لي أنا حاضر. حتى في تراث غيرنا هذا هم موجود، أما في تراثنا ثابت، مو قضية موجود، ثابت لا نقاش فيه، منتهي الأمر، محسوم عندنا، بل حتى في القرآن الكريم هذا موجود. وإلا أنت تفهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، عالم قبل هذا العالم يجمع النبيين، ثم جاءكم رسول نبينا مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هاي آيتين في سورة آل عمران، ايش تفهم منها شنو؟ عالم الذر يفرض عليهم ولاية محمد ودين محمد والإيمان بمحمد ونصرة محمد. هذا نذير من النذر الأولى، نبينا حسب عالم الخلق نذير من النذر الأخيرة مو الأولى، حكي عدل يولا، نبينا نبينا حسب هذا العالم اللي احنا بيه نذير من النذر الأخيرة مو النذر الأولى. القرآن المفروض يقول عن آدم هذا نذير من النذر الأولى، يقول عن نوح إدريس، هذا باعتبار إدريس بعد آدم، إدريس هذا نذير من النذر الأولى على هذا العالم. أما من يقول عن نبينا هذا نذير من النذر الأولى، هذا واضح أنه حتى في تراث المعصومين أنه يا نذر، النذر بذاك العالم مو بهذا العالم، وإلا بهذا العالم نبينا خاتم الأنبياء مو أولهم، حتى يصير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأخيرة، هو وأهل بيته، هذا نبي ولا كأمة، 14 نذير من النذر الأخيرة. أما من النذر الأولى يعني بذاك العالم مو بهذا العالم، وهذا اللي ورد في روايات أمتنا بالآية الكريمة. شوفوا الروايات، برهان سيد هاشم البحراني وغيره، الروايات الواردة في ذيل الآية، تأخرت كثيرا عليكم، هذا مجال من مجالات السبق لأمتنا عليهم السلام في الخلقة، وهناك مجالات أخرى أقولها إن شاء الله في الليلة الآتية، حتى تشوفون الإمام الحسن من يتكلم عن سبق أمير المؤمنين، الكلمة قد متخمة وغاصة بالمعارف والعلوم والدقائق والحقائق والرقائق، وش تريد تعبر عبر. ضوجتكم الليلة؟ يعني باكر تجون بواهس إن شاء الله؟ بعونه تعالى، الله يعزكم ويديمكم ويحفظكم، ونراكم دائما بخير وعافية بمجالس الحسين إن شاء الله تعالى، ولا يحرمنا من وجوهكم الكريمة، ولا يحرمنا من هذه المجالس بالنبي وآله الطاهرين. اليوم العائلة دخلت للشام، يوم ما دخلت، ها اليوم العائلة دخلت للشام، بكرة نكمل إن شاء الله، احنا بعدنا بأول البحث بهاي الكلمة الحسنية، بكرة نكمل الكلام بها إن شاء الله تعالى. اليوم العائلة دخلت للشام، دخلت للشام اليوم العائلة يوم واحد صفر. وشلون دخلت للشام؟ زين العابدين ثلاث مرات يكرر الشام 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 ثلاث مرات، يعني مع أنه الإمام دخل بالكوفة، الإمام دخل في مدن أخرى كثيرة، بس يقول الشام الشام، لأن الجماعة استقبلونا بالدفوف والطبول وشانوا فرحانين، وأيامك عليك مباركة، واحد يهني الثاني بحيث هذا الساعد سهل من دخل للشام، قال ألي أهل الشام عيد لا نعرفه، أكو عيد جديد ما ندري بيه يوم واحد صفر، هذا شنو هاي أول مرة نسمع واحد صفر عيد، يعني شوف الأمور وين واصلة بالشام، اللي هذا هيك يقول، يقول بعد قليل شفت لي واحد خال وجهه على الحائط يبكي، رجل كبير بالسن ضاع بالسن، قلت له شو الناس فرحانة وتضحك وأنت تبكي، يقول قال لي يا رجل اتركني وشأني، أسأت شلك شغل بي، روح افرح وياه، تعبت الدنيا هاي كويس جيتني إلي تتورطني يعني، قلت له لا والله لا تخاف مني، لك الأمان لا تخاف مني، أنا ممن رأى النبي وسمع حديثه يعني، وخير أنا ما خوف يعني، بس قل لي فهمني أنا الأمر ما واضح عندك قاعد يصير يعني شنو، فهمني وضح لي الأمر.
يقول قال لي يا سهل المفروض الآن السماء تمطر دم، السماء تقع على الأرض وتقتل هؤلاء وتنهيهم، أي فرح أي عيد أي خير. قال لي ذولا فرحانين لأن عترة محمد راح يجيبوه مكتفين من ذيك الباب، بنات رسول الله مكتفات وأولاد رسول الله وأطفاله وبناته، أي فرح أي عيد أي كذا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من يا باب؟ قال لي ذيك الباب، أشر على باب يسموها باب الساعات. يقول رحت وقفت ويا الناس، بعد قليل يقول شفت ضعينة أقبلت أمامها رؤوس مقطعة مشيولة على الرماح يعني، ونساء خلف الرؤوس تكسر الخاطر تكسر القلب يعني، نسوان مكتفة أطفال مكتفين كذا يعني، فمنظر مؤلم ورؤوس مقطعة. يقولوا شفت رأس الحسين، أقول أنا أعرف الحسين، شايف الحسين، أنا رأس الحسين أمام الرؤوس شايلي على الرؤوس. يقول اجيت إلى امرأة تتقدم النساء، هي بأول الضعن بأول المحمل امرأة، يقول خفرة وقورة مع أنه الدنيا مأذيتها الشمس مأذيتها وجهها متعب، بس بعد يقول مع ذلك هي خفرة وقرة محترمة من بينها. قلت هاي ماكو غير السيدة زينب وإلا منو هاي مكتفة؟ يقول وقفت يمها، قالت لي يا رجل لا تنظر إلى بنات رسول الله، ما تخاف الله أنت، ذني بنات محمد لا تباوع لا تنظر. يقول قلت لها سيدتي استغفر الله أنا خادمكم، أنا ممن رأى جدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا مو شامت ولا فرحان ولا أنظر ولا أنا متألم، أنا فلان الفلاني سهل ابن سعد. قالت لي رضاك إمامك زين العابدين، روح زين العابدين لا تسولف وياي. يقول سمعتها تقول إيش صاير بهن ولال فون وبين الأجانب ضيعون، يا بيدرون بينا راح أخونا، يعني ما عدنا والي ننخى ولا كان يسمعون، يا أهل الحمية ما تجون، يا بما تجون ما تجون من يد الأعاد تخلصون. يقول رحت للإمام زين العابدين، شفت الإمام قد ارتدى ثوبا أحمر، قلت يا سبحان الله في مثل هذا اليوم يرغب الإمام بالثوب الأحمر. يقول لما دنوت من الإمام الثوب مو أحمر ولكن دم رقبة علي بن الحسين على ثيابه، خالين جامعة برقبته من داخلها مسامير مطوقة بالمسامير، كل ما يتحرك الإمام المسامير تجرح رقبة الإمام ويصيح وآذوا الله أين عشيرتي وسراد قومي أين الوداد، ما لي أراك ودمع عينك جابت، أو ما سمعت بمحنة السجاد، وانا الطارش اللي ياخذ سلامي ويوصل لهلي وقومي وعمامي، يا عمامي ويقل الجامع أكلة عظامي ويقل عزيان أبو ينجت الظامي، زينب عمتي بحاجة محامي. سيدي رايد فشي، قال لي ثوب قديم، قلت له الله أكبر، علي بن الحسين أبو الخير والكرم يطلب ثوب قديم؟ يقول قال لي لكي أضعه تحت الجامعة لقد أكلت عنقي، ثم أوقف الإمام بنات الرسالة ثلاث ساعات على باب قصر يزيد، حتى نادى الإمام يزيد ما ظنك بجدنا لو رآنا على هذه الحالة. أدخلوهم على يزيد وكان رأس الحسين أمام يزيد، أخذ يضربه بسوطه وهو يقول أرأيت الضرب يا حسين؟ أنا عاد هنا صحيت يا حسين العمر لا طالت أيامه، يا أخويا الشام هد حيلي ودعاني اللي ألمان أم علي زيد الرجس طبيت وراسك كان جدامه،
يضرب راسك قبالي وهاجت نار دلالي صحت لا تضرب الوالي عز شلت يمينك ليش تضرب راس والينا يزيد ومن سمع حكي نهضس بوالدي وسبني بهذاك المجلس الميش قام الرجس يضربني عمت عين الدهر للشام عقب حسين دول ابني وعقب الخدر ذاك الفات لن بمجلس الشمات ويعودن الفرح هيهات وتعود اخوتي وبالخيل تتعمر نواديها يا بهم يصير دهر بيكم يعود واشيل راس بيكم ردود يا بردود وترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر محمد واله بكرة نكثر حصة الرثاء إن شاء الله تعالى بعد هاي أيام مصيبة شهادة السيدة رقية شهادة الإمام الحسن عليه السلام بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه اقضي حوائجنا اشف مرضانا يسر أمورنا كفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار مؤسسون تقبل مجلسهم أوصله إلى إمام زمانهم اكتبه في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نودي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.